عرف سامي أن وعد المؤمن الحر دين عليه، وكلما وقف قرب هذه الشجرة تذكر كلمات أمه حين أوصته بأخيه الصغير. وعلى الرغم من ثقل الأمانة وصعوبتها خصوصا بعد وفاة أمه، إلا أنه يحاول جاهدا الوفاء بالعهد. سامي، أصبح لديك أخ صغير، عليك أن تعتني به جيدا. إنك ولد مهذب يا بني، أعتني بوسيم، أعتني بوسيم، أعتني بأخيك يا بني. سأتجاهله، علي الانتهاء من واجباتي. وسيم، لا داعي للبكاء يا حبيبي، ما الذي أصابك؟ فهمت، أرنبك المدلل فقد أذنه. وسيم، تمزقت أذنه عندما كنت تلعب به البارحة، أتذكر؟ رباه، كيف يمكنني إفهامه؟ دفع دروسي أهم من أرنبك. رحمك الله يا أمي. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أمكما توفيت. إنا لله وإنا إليه راجعون. هدوء، لا تنسوا كتابة موضوع عن الأم، وستقرأ الموضوعات الجيدة في مجلس الأمهات. حاضر. أريد منكم أن تستفيدوا من دروس القراءة والتعبير في اختيار الجمل المناسبة، هل هذا مفهوم يا صغاري؟ مفهوم. تستطيعون الانصراف الآن. قيام. نشكرك يا أستاذنا المحترم. السلام عليك يا أستاذنا. وعليكم السلام، شكرا. انتبهوا على أنفسكم يا صغار. سامي. نعم أستاذ. عظم الله أجرك، عليك أن تهتم بنفسك جيدا، وعليك الاهتمام بأخيك الصغير. لا تتردد أبدا في طلب المساعدة يا سامي، سأكون في الخدمة دائما. كم أود اللعب معهم، ولكن علي أن أهتم بأخي الصغير. سامي، هيا تعال وشاركنا اللعب يا سامي. أتمنى، ولكن هاي حسان قادم إليكم، سترون، نراك قريبا يا سامي، انتظروا. بإذن الله يا حسان. علي أن أسرع. الحمد لله وصلت أخيرا. أسرع سامي، ينتظرك. مسؤولية ثقيلة أعانني الله عليها. وسيم يا وسيم، يا أجمل الأطفال، يا أخي الصغير لا تكثر الدلال. وسيم يا وسيم، يا أجمل الأطفال، يا أخي الصغير لا تكثر الدلال.
أخيرا الآن يمكنني أن أنهي واجباتي. إنه دافئ، إحساس جميل. ما هذا؟ الجو بديع. يا سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن، أنت تعتني بوسيم؟ علي أن أسرع قبل أن يستيقظ وسيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين وسيم؟ إنه نائم يا أبي. أعتذر عن تأخري، سأحضر الطعام حالا. لابد أنك متعب من العمل طوال النهار. هل أذهب وأشتري طعاما معدا؟ لا لا يا سامي، أنا سأجهز الطعام. أفضل أن نتابع حياتنا كما لو كانت والدتك رحمها الله حية، هل فهمت؟ نعم. أبي، إن اهتمامي بوسيم يكون على حساب دراستي، والأمر ثقيل جدا علي. هذا ليس عدلا يا أبي، لقد تعبت، تعبت جدا. أنت على حق، لكن علينا أن نصبر يا بني. إلى متى الصبر؟ وسيم يحتاج إلى عناية كبيرة، وهو يمضي معظم وقته في اللهو واللعب. هدأ من روعك، فالله مع الصابرين. بسم الله في أوله وآخره. لقد غضب أخوك من كلامك. هيا هيا. ما بك الآن يا وسيم؟ هذا ما كان ينقصني، لقد بلل نفسه وفراشه يا أبي. ماذا جرى له؟ ابتعد، الهواء سيؤذيك. لا أصدق أنني سأرتاح قليلا. وسيم لم يتعلم النطق حتى الآن، لقد ضقت ذرعا بذلك. رحمك الله يا أمي، باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك أرفعه. حفظكما الله. سامي، تبدو على وجهك أمارات التعب. إنني مرهق حقا، فأخي الصغير وسيم يبكي ويصرخ طوال الوقت. وسيم، فهمت، إنه حمل ثقيل عليك، يجب أن يحضر أبوك من يساعدك. ماذا؟ مساعدة؟ لا لا، مستحيل، ووصية أمي. مشكلتي مع وسيم أنه لا يتكلم، ولا أستطيع أن أفهم ما يريد. لا يتكلم؟ يصدر الأصوات فقط. لكن ألا يردد بعض الكلمات؟ مطلقا. يبدأ الأطفال بالتكلم عندما يبلغون السنة من عمرهم يا سامي. إلا وسيم. إنك متشائم، الأطفال لا يتكلمون وحدهم في مثل سنه، يحتاجون إلى من يتكلم معهم يا ذكي. أتكلم معه؟ تتكلم معه وتلاعبه وتكون قدوة حسنة له. يا لهذه النظرة، يريدني أن ألعب معه. سأتجاهله. لا يا حبيبي، لا تفعل.
تبكي لا تبكي، ابتعد أيها الألم البغيض، ابتعد عن رأس وسيم، هيا ابتعد وإلا سأضربك، ابتعد عن رأس وسيم أيها الألم. اهدأ حبيبي. اللهم رب الناس، اذهبي البأس، اشفيه وأنت الشافي المعافي. كم طفلا يقوم بهذه الأعمال؟ نعم، الأطفال يلعبون. جرحت إصبعي. أستغفر الله. لقد نام، أرجو أن يبقى نائما. يا صغير، يا أمير، اللهم اجعلني قدوة حسنة له. ماذا سأعمل الآن؟ علي أن أستغل هذا الوقت وأحضر الحليب لوسيم. الحمد لله لم يصحو. علي أن أغسل الملابس وأنظف الحمام وأكتب وظائفي. سأحضر الحليب أولا. إنه فارغ. سأشتري الحليب لوسيم. لقد استيقظ أخي. منذ متى يبكي؟ الله أعلم. وسيم، لماذا تبكي؟ أحضرت لك الحليب يا حبيبي. أخبرني ماذا تريد أو كف عن الصراخ. وسيم، قل شيئا أرجوك. متى ستتكلم؟ متى يا وسيم؟ أمي، لقد تعبت يا أمي. سامي إنه أخوك، أوصيك به، كن قدوة في الصبر. ولكنني أهتم به أكثر من نفسي. ماذا حدث لي؟ أنا أبكي. لن أتأخر ثانية إن شاء الله يا وسيم. سأخذك معي في رحلة سيرا على الأقدام. ما ألطف. سأمازحه قليلا، سأسرع بخطاه. وسيم، وسيم، ماذا فعلت؟ حذر يا وسيم، إياك أن تتحرك. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وسيم أخي،
أحمق أنا لأمزح معه بهذه الطريقة. أمي، أمي، لقد نطق وسيم. قال سامي، لقد نطق. بارك الله بك يا سامي، إنك ولد بار، هذه ثمرة جهدك. اعتني بوسيم، اعتني به يا بني. وسيم، لا تخف، سأعتني بك يا صغيري. ما أجمل الكفاح إن فزت بالنجاح، أجابت الرياح. ما أجمل